المشاهدين من كل مكان، ويتجدد اللقاء مع شركة فانجارد للمستلزمات الطبية. هيكلمنا النهاردة مدير تسويق الشركة دكتور خالد الصوفي. منورنا النهاردة يا دكتور خالد. احنا تعودنا ان كل ثلاث حضرتك تبقى معانا وشركة فانجارد تبقى معانا في البرنامج. شرف لينا ان احنا نكون معاك. شرف لينا اكيد. هنتكلم عن ايه النهاردة يا دكتور خالد؟ هنتكلم على اكتر من منتج، بس احنا الفكرة ان جات لنا تليفونات كتير، واتساب مسجز في حصل، بس إن عشان يمكن كانت التفاصيل المرة اللي فاتت كتير شوية، فالناس ما كانتش عارفة تستخدم انهي برودكت او ده ايه وده الفرق بينه ايه. فاحنا بس في الاول كده عايزين نوضح البداية، يعني يمكن نفسر اكتر بس الكلام او معنى الكلام اللي اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت. فيمكن هنبتدي من الحلقة اللي فاتت، بس ندي اختصارا كده. الحلقة اللي فاتت كانت عن منتجات فورتونا، مظبوط كده؟ بالظبط. احنا هنكمل برضو عن المنتج الانجليزي الفانجارد الوكيل الحصري ليه في مصر، فورتونا. تمام. زي ما اتكلمنا ان فورتونا كل المستلزمات الطبيه بتساعد حركه الجسم او العظام، ان هي لو في اي مشكله او مكان مصاب بتساعد ان هو يحصل له عمليه الشفاء. احنا بس كنا بنتكلم البدايه او الستاندرد ليفل عندنا هو النيوبرين، فعايزين نوري الناس بس او نفهمهم النيوبرين ايه فايدته، او ايه ليه احنا عاملين هايلايت ومركزين وعاملين فوكس كبير على ماده النيوبرين اللي بيتصنع منها مستلزمات فورتونا. نيوبرين بيتصنع منها مستلزمات فورتونا الخاصة بشركة فانجارد. تمام. بس بالزبط. عشان نبقى برضو متفقين والناس عارفة ان النيوبرين ده خاص بفانجارد فورتونا. بالظبط. لان كان الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على منتجات نيوبرين، وكان في حاجات تانية كنا بنقول دي ماجنتيك نيوبرين. تمام. فبداية كده نعرف الناس النيوبرين هو ايه فايدته في المنتج اللي بيستخدم على الجلد. اول حاجة ان هو المادة النيوبرين انتي بكتيريال، مضادة للبكتيريا، فمع الاستعمال المتكرر او ان هي ما بتتقلعش، المادة نفسها بتساعد ان ما يحصلش اي بكتيريا على الجسم مع العرق واللبس والكلام ده كله. دي نقطة. ده ان كانت اصلا بيحصل منها تعرق او عرق. ليه؟ لان هي في مسامية قادرة ان هي تدي للجلد يتنفس، او عاملة زي تهوية كده، ما بتخليش بالزبط الجلد يحصل له أي بكتيريا. بس المصطلحات بالإنجليش، فأنا بحاول أترجمها. لا هترجم لحضرتك. وبسطها للمشاهدين علشان يعني يبقوا فاهمين الفرق بين النيوبرين والنيوبرين ماجنتيك. تمام. الفكرة التانية إن هي ما بيحصلش احمرار أو التهابات في الجلد من كتر لبسها. الحاجة التانية التالتة بقى إن هي ستريتشبل، أو نقدر إن احنا نستعملها أكتر من مرة، ما تتأثرش باللبس المتكرر او بعمليه الغسيل او عمليات التخزين. ما بتتأثرش، انها ما بتوسعش مع الوقت. بالظبط. والستريتش بتاعها مع الاستعمال الكتير والغسيل الكتير ما بيتأثرش. بالظبط. يعني بتفضل موجوده. يعني حضرتك اللي بيشتري لارج بيفضل على طول لارج لغايه ما يعني ما يبطل استعماله. تمام. مش المقاس بيوسع او اللارج بيوسع شويه او المقاس بيريح شويه، فما بيبقاش الضغط زي ما احنا عايزين على المكان المصاب. الحاجة الأخيرة إن هي المادة نفسها سوفت، ناعمة جدا على الجلد، ما بتعملش أي حمار، أي حساسية، أي تفاعلات مع الجلد. فده ميز الأربع مزايا للنيوبرين. ده مهم جدا برضو لمرضى السكر أو مرضى اللي عندهم حساسية مفرطة، لأن بيبقى عندهم جلدهم حساس. بالزبط. فبيحصل لهم التهابات من أقل حاجة، فده بيبقى مميز جدا للحالات دي. دي أنا قلت لحضرتك يعني النيوبرين ده بيدي للمريض بريميوم كواليتي او جوده عاليه. فعلى هذا الاساس فورتونا ركزت ان هي الستاندرد عندها النيوبرين. يجي بعد كده بقى الماجنتيك نيوبرين اللي هو بيكون فيه المغناطيس. المغناطيس زي ما قلنا المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت، ان هو بيستخدم على تحسن تدفق الدم في المكان المصاب. عن طريق من الحلقه اللي فاتت ان هو بيسخن مكان الوضع المنتج عليه. تمام. وبيساعد في عمليه الشفاء. انا حافظه تمام كده؟ تمام. لا تمام جدا. فهو ازاي؟ عن طريق تحسن تدفق الدم. الفكره بقى برضو اللي عايزين نوضحها ان الماجناتيك او المغناطيس اللي موجود، يعني احنا اتكلمنا عن المنتجات ان هي نيوبرين، وفي منتجات زياده على ماده النيوبرين محطوط فيها مغناطيس. فالمغناطيس فوق ان هو بيحسن تدفق الدم، بيحسن العلاج، بيعمل ان هو حضرتك بيبقى عند نهايات الاعصاب في او مخلفات عمليات حرق السكر
او حرق المنتجات الغذائيه اللي الانسان بياكلها. فدي المغناطيس بيتخلص منها يعني ممكن بميكانيزم معقد شويه، دي بتبقى موجوده عند نهايه الاعصاب، فدي اللي بتسبب الالم. فالمغناطيس بيساعد ان هو يتخلص منها. تمام. فكده يعني النيوبرين بيساعد في عمليه الشفاء، فوق ان لما بيكون القطعه اللي بتستعمل فيها مغناطيس بتساعد اكتر ان ما يحصلش الام في المكان المصاب. وخلينا نوضح ان المغناطيس بيكون مرن، زي ما حضرتك قلت المره اللي فاتت، مش مغناطيس زي اللي احنا متعودين عليه المعدن. مظبوط كده؟ اه بالظبط، بحيث ان هو ما يضايقش، يحسن ويدي دعم للمكان المصاب بس ما يضايقش وبوزن خفيف. تمام. هنتكلم عن ايه بقى النهارده يا دكتور في فورتونا؟ النهارده هنكمل سريعا كده عن برضو زي ما قلت لحضرتك الاسئله بتاعت المشاهدين اللي جات لنا على التليفونات، كان عندهم برضو في يعني حصل لخبطه شويه، مش عارفين المريض يستعمل او ينقي انهي ركبه مثلا. فاحنا بنتكلم ان منتجات فورتونا نيوبرين او نيوبرين ماجناتيك واخده الحالات من اول الحالات البسيطه للحالات المعقده اللي بنحتاج فيها ان احنا نروح للدكتور. اولا البسيطه اللي ما بنروحش للدكتور، ممكن حد ينزل يشتري القطعه حسب المكان المصاب من الصيدليه، دي الحالات البسيطة. الحالة اللي هي بعد كده ممكن نقول مزمنة أو حادة، دي بتحتاج تروح للدكتور. في حالات بقى اللي بعد كده اللي هي تعتبر المرحلة الأخيرة بتحتاج عملية أو جبس، دي بقى برضو دي لازم عملية. ففرتونة بتغطي جميع المراحل بتاع الإصابات. تمام. فبالنسبة للركبة الحالة البسيطة عندنا إن هو المريض يستخدم ركبة فيها نيوبرين مقفوله. امتى المريض ينزل الصيدليه ويجيب الركبه دي؟ لما بيكون دلوقتي عنده الم، في التهاب في الاربطه، او ومفيش ورم، او في ورم بسيط. نيجي بعد كده بقى الحد فيها دعامات، دي بقى ممكن نستخدمها، يعني اللي هي البسيطه اللي هي المنتج لما بيكون الم بسيط ما بنكون من غير ورم بيستخدم اللي هو النيوبرين العادي. مظبوط كده؟ اه، او تمام. ورم بسيط جدا. تمام. الحاله الثانيه لما بيكون في ورم او تضخم شويه بيستخدم اللي فيها دعامات. بالظبط الحد دي، ودي بتكون بتوصيه من الدكتور. تمام. بعد كده بنخش في الجزئيه دي. في اللي موجود بقى في فانجارد عن طريق فورتونا ركبه بترس، دي يمكن غريبه شويه. ترس يا دكتور معلش. اه ما هي دي يمكن غريبه شويه على المشاهدين، ان هم يعني دي ركبه بتناسب حالات معينه بعد العمليات الجراحيه. بيحصل ايه؟ يمكن هي هتظهر على شكلها على الشاشه. الركبه في ترس دي بتكون المريض بيثبتها بشكل معين حسب حالته، لان حضرتك عارفه ان بعد العمليات الجراحيه لازم الرجل نفسها ما يعني هو بيحصل جفاف في الاربطه وفي الركبه بعد الجبس. فانا ما اقدرش ان يحصل حركه غير مناسبه للعمليه دي يبوظ العمليه الجراحيه اللي حصلت او الجبس اللي حصل. فالترس حضرتك عايز تقول ان هو بيثبت الركبه ما بيحركهاش، يعني مثلا بالزبط. لو الركبه لازم تبقى مستقيمه على طول، الترس مثلاً بيخليها مستقيمه ما تتحركش، او متنيه بزاويه صغيره او متنيه بزاويه اكبر على حسب الحاله بالظبط. بيبتدي المريض يغير على حسب راحته، في نفس الوقت ان هو بتدي دعامه ودعم للركبه على مدار شهر ونص شهرين مثلا بعد العمليه الجراحيه، هو ده الفتره اللي بيحصل لها هيلينج وما يستعملش الركبه المفصله اللي هي الركبه اللي فيها ترس. تمام. ده بالنسبه للركبه. ده بتبقى ماجنتك يا دكتور ولا هي بس فيها الترس من غير ما تكون ماجنتك؟ لا دي ما فيهاش مغناطيس. تمام. لان هي الدعامات الى حد كبير كافيه ان هي تحل المشكله او الاصابه بعد العمليه الجراحيه. ده بالنسبه للركب. احنا كنا عايزين بس نبسط للمشاهدين الركب يعني عشان المريض او الشخص المصاب يقدر يتعامل مع الموقف اللي هو فيه. نيجي بعد كده عندنا انا دخلت على طول نخلص احنا كده تمام، خلصنا من الركب ان في حالات بتبقى حالات بسيطه. فورتونا عملت الحالات البسيطه، وفي حالات بتبقى زي حالة مزمنة شوية مع تورم أو مع التهابات أكتر، ده بيستخدم اللي فيها الماجنتيك. والحاجة المميزة في فانجارد اللي فيها الترس، أنا أول مرة أسمع عن اللي فيها الترس ده،
بحيث انها تثبت الركبه وما تحركهاش مع الـ مع الـ الاستعمال اليومي للانسان يعني. بالظبط. فاحنا زي ما قلت لحضرتك في الاول ان فرتونه بتغطي من الحالات البسيطه للحاده للمعقده. تمام. فعلى هذا الاساس بس يعني دي كنت حابب اضيفها عشان الناس تبقى فاهمه ده بيستخدم امتى يعني، برضو لان الشخص المصاب او المريض او المشاهد لو نزل الصيدليه ولقى الستاند مش هيبقى عارف ده ايه وده ايه، يبقى فاهم، يبقى فاهم هو ايه اللي بيمسكه او ايه اللي بيشوفه. تمام. إيه طيب احنا معانا ايه بقى، معانا ايه النهارده هنتكلم عنه؟ هنكمل كلام عن منتج تاني، الريست سبورت. الريست سبورت منطقه الريست طبعا معروفه جدا. الريست ده بيتلبس، ده الريست اللي هو المعصم مظبوط؟ تمام. يعني هيشوفوا هيطلعوا على الشاشه صورته. الريست بيتلبس في المنطقه دي. برضو بالنسبه لنا في حالات بسيطه وفي حالات حاده. طيب الحالات اللي بستخدم فيها الريست يا دكتور سواء البسيطه او الحاده ايه هو مبدئيا ايه اللي بيخلي الالم، ايه بيسبب الالم في المنطقه دي؟ المنطقه دي بيحصل فيها التهاب في الاوتار من يا اما هو صورته معانا على الشاشه اهو. اوكي تمام. ده النيوبرين ريست سبورت، ده من غير ماجنتيك، ده النيوبرين بالظبط، ده الحاله البسيطه. الحاله البسيطه تمام بالظبط. التهاب الاوتار بيحصل فبيؤدي الى الالم. بيحصل ليه التهاب الاوتار؟ الناس اللي بتستخدم الماوس كتير قاعده على طول على الكمبيوتر عشان شغلها، او الناس اللي بتكتب كتير ماسكه القلم بزاويه معينه، او ان الناس اللي بتلعب في الجيم. اي حمل زائد على المنطقه الريست، ريست سبورت بيدي او الدعاء يعني هو الداعم الريست من فرتونه بيستخدم ان هو يقلل الالم على المنطقه دي وان هو ما يزودوش، فبيدي دعم ويمسك الاوتار بحيث لو اتحركت باي شكل لا هو محدد لها حركتها عشان الالم ما يزيدش. فده بالنسبه لنا احنا زي ما شفنا الريست يعني ده الحالات الالم اللي بتحصل في التهابات الاوتار اللي حضرتك قلت عليهم. بالظبط. تمام. انواعه بتكون ايه يا دكتور؟ اول حاجه اللي احنا شفناها النيوبرين ريست سبورت. بيجي بعد كده الماجنتيك ريست سبورت. هي الماجنتيك موجوده في كل مستلزمات فرتونه ولا في بعضها وبعضها؟ معظم منتجات فرتونه، معظم منتجات فرتونه فيها الماجنتيك. وده بيميز برضو شركه فرتونه بالظبط عن اي شركه تانية موجوده في في السوق المصري او في السوق العالمي حتى، لان شركه فرتونه شركه انجليزي واحنا الوكيل الحصري ليها في مصر والشرق الاوسط. تمام اتفضلي. يجي بعد كده الماجنتيك ريست سبورت، ده يعني المرحله الاعلى، بيدي زي ما قلت لحضرتك عن الماجنتيك ان هو بيقلل الالم وفي نفس الوقت بيزود تدفق الدم، فبيدي عمليه هيلينج او شفاء بدرجه اعلى. يجي بقى المرحله اللي ممكن نقول الحاده اللي هو الريست بيكون فيه دعامه. طب ايه الفرق يا دكتور من اللي بدعامه ومن غير دعامه؟ اللي فيه دعامه ده بيكون الحاله الالم اقوى، الالم اعلى، ممكن ان احنا بعد الجبس كمان، لان في حالات ما بستعملش فيها ريست، دكاتره العظام في حالات بيضطروا ان هو يجبس الريست. فبعد فتره الريست بيحتاج احنا ميزه بقى الريست سبلنت اللي عند اللي موجود في فرتونه ان هو في دعامه موجوده بعد فتره الجبس بيستخدم. ممكن لو حصل نسبه كبيره من عمليه الشفاء الدعامه بتتشال. يعني الفرتونه عملت منتج بدعامه، ده للحالات اللي بتبقى الحاله صعبه في الاول، وبمجرد ما بتدي تشفى ممكن يشيلوا الدعامه ويستخدم الريست عادي. بالظبط. ده جميل جدا. فده مريح جدا بحيث ان المريض ما يضطرش ان هو يشتري حاجتين. بالظبط. هو برده المفروض ان شاء الله يعني الصوره هي تطلع. الصوره معانا على الشاشه اهي. اوكي. اليد ماسكه القطعه المعدنيه او الدعامه عشان تمام يبقى باين تتشال. فده ميزه كبيره جدا ان هو بعد فترة الجبس أو إن بعد يعني ممكن نتكلم ممكن شهر ثلاث أسابيع في الرينج ده الأربطة بعد الجبس بتبقى جافة، فالدعامة دي بتساعد إن هو ما يتحركش الريست حركة يعني ممكن تأثر على الأربطة ترجع للحالة اللي بقى قبل فترة الجبس. فإحنا يبقى كده الجبس ما عملش أي حاجة، هيضطر الدكتور يجبس تاني من أول وجديد. فهي الدعامة بتساعد على تكملة مسيرة العلاج بعد فك الجبس. بالظبط. ونقطة ان هي تتشال فبيدي ده
راحه للمريض ان هو خلاص وانس ان هو مش محتاج الدعامه بنشيلها وبيستعمل ريست عادي، ممكن يكمل بيه برضو فتره كبيره على مدار حياته اليوميه وهو برضو بيستعمل الكمبيوتر بيكتب، يعني بيدي راحه في المنطقه دي، خصوصا ان المنطقه دي عليها بيكون عليها ضغط ده كبير، بالظبط. اي حد بيشيل اكياس بيجي يشيل شنطه بيشيل مثلا اي حاجه او بيلعب في الجيم، بتبقى المنطقه دي عليها حمل كبير. مظبوط. بتكون مقاساتها ايه يا دكتور؟ مقاساتها من اول سمول لغايه اكس اكس لارج، من اول المقاسات المقاس. كلها متوفره. تمام. معانا ايه تاني غير احنا الريست؟ عندنا الانكل سبورت برضو، يعني يمكن هنبتدي بالنسبه للانكل سبورت. الانكل سبورت ده اللي هو ايه؟ الانكل سبورت داعم من الانكل، جزء الانكل اللي هو بيكون الجزء الاخير في الرجل. تمام. اللي هو اخر جزء في الرجل، مش في يعني مش القدم بس، اخر هو جزء الاخر. في الرجل نفسها وداخل تمام، على زي القدم الصوره اللي متوضحه قدامنا على الشاشه. بالظبط. جميل. ده النيوبرين، ده قلت لحضرتك اللي احنا الستاندرد عندنا النيوبرين. فالنيوبرين الانكل سبورت ده بيستخدم، انا اقدر اجيبه من الصيدليه امتى؟ لما وانا ماشي يحصل لي جزع واحس بالم وكده احنا يبقى فيه التهاب، ده دي يعني المرحله اللي هو البسيطه. النيوبرين برضو زي ما احنا قلنا في المنتجات اللي قبل كده، بستخدمه في الحالات البسيطة تمام. زي التهابات، الجزع، الحاجات اللي حاسة مثلا بألم في أسفل الرجل زي ما هو موضح كده، فبستخدم النيوبرين العادي. بالظبط. مظبوط. حالات ايه تاني يا دكتور؟ بستخدم كمان بقى، هي الفكره ان ممكن الموضوع يتطور يحصل التهاب شديد في الاربطه وفي نفس الوقت ممكن يحصل ورم، فانا دلوقتي محتاجين ان احنا نسيطر على الورم ده بالادويه، ده طبعا دي ده دور الدكتور لما المريض يحس ان هو يعني في ورم كبير في الم شديد مش قادر يحط رجله على الارض، كده هنضطر نلجأ للدكتور طبعا، فبيحصل اشعه والوضع بيمشي بقى بالشكل اللي احنا عارفينه، الاشعه والدكتور بيدي ادويه وبندخل الانكل سبورت بالمرحله اللي هي تعتبر الحاده، فدي بيكون حصل فيها وممكن نحتاج للجبس كمان. تمام. دي المرحله الحاده دي او الاخيره، ده بيكون حصل تحكك في الاربطه، فالعلاج بالانكل ممكن بقى يعني بناخد الكاتيجوري الاعلى او المستوى الاعلى من الانكل سبورت بتاعنا، ف بيحصل ان هو في تحتك شديد زي ما قلت لحضرتك، وبنعمل بيحصل له علاج بالليفل الاعلى من فورتونا اللي هو اللي هو الماجنتيك. الماجناتيك. تمام. فاحنا هو الانكل بيبقى فيه دعامات ولا بيبقى من غير دعامات؟ لا بيكون من غير دعامات، بس بيكون زي ما قلت لحضرتك المرحله الاعلى دي الماجناتيك. تمام. تمام. انواع، يعني انواع حضرتك دلوقتي الماجنتيك والنيوبرين. تمام. مظبوط كده. انا بس انا كل اللي حابب ان انا اوصله لحضرتك وللمشاهدين ان امتى المريض او الشخص المصاب ينزل يجيب الحاجه من الصيدليه، دي في الحالات البسيطه، فاحنا كلنا يعني انا حابب ان انا ابسط التشخيص للمريض لحالته او للمكان المصاب، وفي نفس الوقت ان يحصل لو الموضوع بقى مزمن هلجأ للدكتور على طول، وهنست برضو منتجات فورتونا موجوده ان هي تغطي وتعمل كفر بعد بعد انه يروح للدكتور بيحتاج برضو الحاجات، منتجات مستلزمات زي اللي حضرتك عرضناه. مقاساته بالظبط. بتكون ايه يا دكتور؟ برضو متوفر من سمول لاكس اكس لور. تمام. معانا ايه تاني؟ منتج ايه تاني غير عندنا المنتج اللي يجي بعد كده حاجه اسمها البو سبورت. الايدبو سبورت ده المنطقه يعني يمكن نقول بتاعه الكوع. تمام. المنطقه دي مهمه جدا لسبب ان هي الناس اللي بتمارس رياضه التنس المنطقه دي اكتر منطقه بتتحرك معاهم، فعلى طول عليها حمل زايد. الناس اللي بتستخدم الجيم كده برضو، اي حاجه اي اجهزه اي، شايفه حضرتك انا عمال بحرك ايدي بحيث ان يعني هي المنطقه دي الحركه بتاعتها دايما بتكون زايده، فبيحصل فيها التهاب او شد في الاوتار فبتأدي بعد كده الالم. فاحنا عندنا برضو فرتونة عندها النيوبرين البو سبورت، برضو هو هيطلع معانا على الشاشه اهو. اتفضل. النيوبرين البو سبورت بيتلبس في المنطقه دي علشان يساعد يمسك الاربطه والاوتار عشان ما يحصلش تهدم. النيوبرين اللي هو من غير ماجنتك، اللي هو للحالات السهله والبسيطه. تمام. البدايه بتاعتنا بالظبط. البدائيه.
تمام. فبعد كده لو لقينا ان الموضوع والالم زايد وشديد فبنضطر نلجا للدكتور او ان بيكون في الماجنتيك. طب انا ممكن يا دكتور مثلا انا ممكن استخدم لو انا حاسه ان انا يعني مش مجرد حاجه بسيطه وحاسه بالم زياده شويه واستخدمت استخدم ممكن استخدم الماجنتيك من غير ما اروح للدكتور ولا لازم ان انا ارجع للدكتور الاول؟ لو الالم زايد من غير ورم. تمام يعني هو الفرق في الورم. الورم او ان الالم او ان الالم موصل المكان بالظبط ومش قادر احرك الجزء المصاب. ليه؟ لان ممكن يكون المكان كسر او شرخ بالظبط محتاجين جبس. فهو فهنضطر ان الدكتور يعمل اشعه ويجبس وبعد كده المرحله اللي بعد ان هو يفك الجبس نلبس بقى الماجنتيك. عايزين نوضح برضو للمشاهدين ان منتجات فورتونا اغلبها للرياضيين اكتر، يعني اللي بيستخدمها الاكتريه رياضيين، سواء الرياضيين الالعاب العنيفه او الناس اللي بتروح الجيم. يعني هو هقول لحضرتك هو بتغطي الناس او الممارسي الرياضات بجميع انواعها، وفي نفس الوقت اي حد سواء الناس كبار السن اللي عندهم مشاكل في العظام او الشباب برضه. حضرتك عارفه الفتره دي الشباب بتروح الجامعه وتروح المدارس، وارد ان يحصل وبتروح النوادي في التمرينات، فوارد ان اي حد يحصل له اي مشكله في العظام. حاجه ثانيه كنت حابب اضيفها لحضرتك ان فورتونا عن طريق شركه فانجارد احنا موردين لمستلزمات طبيعيه لاكبر نوادي في مصر، بس طبعا مش حابب ان انا اقول اسامي. نوادي رياضيه اكبر. تمام. نوادي رياضيه احنا سبلاير لمنتجات فورتونا للنوادي اكبر نوادي رياضيه في مصر. فده كمان احنا شفنا نتيجه استعمال المنتجات فورتونا مع الرياضيين. اصابات الملاعب بتبقى اكتر اصابات طبعا اكيد، يعني اصاباتها اصعب من اصابات الناس العاديه، فان هم يستخدموا يختاروا منتجات فورتونا ده دليل على ان الشركه من منتجاتها جيده للناس اللي زي دي. والله يعني احنا يعني حضرتك احنا اتكلمنا يعني يمكن فورتونا لما خدنا التوكيل احنا رحنا انجلترا واتكلمنا معاهم وعرفنا التكنولوجي اللي بيستخدموها على هذا الاساس. طبعا هم مجربين في انجلترا مع طبعا البراند نفسه موجود من فتره كبيره. لما جينا هنا ابتدينا يمكن مع النوادي الرياضيه بحيث ان هو حضرتك اكبر نسبه اصابات مظبوط ومشاكل في العظام في الاماكن بتاع الجسم كلها بتيجي من ممارسي الرياضه، سواء باسكت سواء كوره سواء تنس سواء كمال اجسام سواء سباحه اي رياضه. فاحنا يعني لما ابتدينا ندي سبلاي للنوادي الكبيره فشفنا بقى الهيلينج والشفاء بيكون سريع ازاي. الرياضيين بيكونوا حضرتك حابين ان هم ما ياخدوش وقت في العلاج بالزبط. علشان يقدروا يرجع تاني للتمرينات والفريق بتاعه. فالحمد لله شركه فورتونا بمنتجاتها ساعدت الممارسين الالعاب الرياضيه كتير جدا ان الموضوع ده ومشاكل العظام ما تاخدش وقت بسرعه. تمام. احنا ما زلنا في الكوع يا دكتور مظبوط. احنا بالظبط بالنسبه للكوع في حاجه بقى عندنا اسمها تنس البو سبورت، ده بيتلبس مخصوص للاعيبه التنس او للي بيحصل عندهم حمل زائد على المنطقه دي. تمام. دي بس منتجات فورتونا بالنسبه للجزء ده. بالنسبه للجزء ده وزي ما احنا بالزبط. وضحنا ان احنا في عندنا النيوبرين وعندنا الماجنتيك مظبوط كده. إيه مقاساته يا دكتور؟ بيكون في مقاسات برضو ولا بيبقى كل وان سايز؟ مقاسات يعني هو مقاسات. احنا شركه فورتونا مديه رينج كبير بحيث ان على حسب التخن او رفع المريض بتدي الرينج من سمول لاكس اكس لارج. معانا ايه تاني يا دكتور؟ احنا عندنا تكمله لمشاكل العظام والالام بتاعه المفاصل والعظام عندنا الفرش الجل. فرش جل؟ جل. يعني يا ريت نوضح الفرش. احنا عندنا فورتونا في بالنسبه للقدم نفسه بيحصل فيه مشاكل. المشاكل دي يعني هو فرش بيتحط في الشوز مظبوط كده؟ تمام. المشاكل ما بيتلبسش يا دكتور عشان اللي موجود ما بيتلبس يعني اللي موجود حاجات سيليكون بتتلبس؟ لا ده بيتحط. ده حضرتك سيليكون وجل. اللي بيحصل ان هو في الالم بيجي منين؟ من الشوكه العظميه او النقرس. فهي دي حضرتك في امراض معينه او مشاكل معينه بتساعد ان الالم يظهر في كعب الرجل او على القدم كله. تمام. او الوقوف لفترات طويله. تمام.
فالجل بتبقى ميزته ان هو بيكون مقاوم للتعرق او حضرتك عارفه طبعا المنطقه دي مع السخونه والحركه وان الشوز نفسها بتتلبس وقت طويل فبيكون عليها ضغط وبيكون المكان نفسه مقفول. وممكن يعني مع استخدامها في الشوز ممكن يعني بيحصل روايح كريهه مظبوط؟ بالظبط. تمام. ده اللي قدامنا على الشاشه ده الجل. بالظبط. ده الجل. طب ايه الفرق ما بينه وما بين المستلزمات اللي بتتلبس يا دكتور؟ ده بيدي معمول بشكل معين ومن ماده الجل نفسها معموله ان هي تدي راحه اعلى من اي منتج تاني لسبب صغير ان هو حضرتك احنا مركزين على نوعيه الالم نفسه والامراض اللي سببت الالم فهو الفرش نفسه معمول بالماده والشكل ان هو واخد الرجل ازاي بيحاول على يعني باعلى مستويات الراحه ان هو يقلل الالم الناتج عن زي ما قلت لحضرتك مرض النقرس الناس اللي بتقف في اماكن شغلها وقت طويل يعني اي حمل زائد بيعمل ايه بقى؟ بيقلل حضرتك الاحتكاك او الضغط على المنطقه دي اللي بيؤدي لالتهاب في الاوتار وبيؤدي الى الالم، الم بيكون شديد جدا وممكن يقعد بالايام والاسابيع. هو بمجرد هو طب وهو لو ملبوس في الشوز ما بيضايقش وانا ماشيه مثلا ما بحسش ان انا حاجه موجوده في الشوز ولا هو ما بيحس يعني معمول بطريقه ما اللي يلبسه او اللي يستخدمه ما يحسش بيه؟ هو معمول ان هو في منه مقاسات على حسب مقاس الشوز فالشخص المصاب المريض او اللي عنده مشكله بينزل ينقي المقاس على حسب ان هو يدخل في الشوز فبيبقى زيه زي الفرش الداخلي بتاع الشوز ما بيتحسش بيه خالص. ومعانا اللي معانا على الشاشه ده للكعب. ده الكعب بس. مظبوط. بالظبط. ده الالام الشوكه العظميه والالام الكعب. النقرس. بالظبط الام النقرس. تمام. في جزء تاني او نوع تاني اللي فيه سيليكون مع جل. السيليكون بقى التكنولوجي بتاعته ميزتها ان هو ده بيحصل فيه امتصاص يعني الصدمات. يعني هو انواعه دلوقتي احنا عندنا جل بس. جل بس. عندنا سيليكون بس ولا ما عندناش اللي عندنا سيليكون وجل؟ وعندنا سيليكون بس. تمام. وعندنا سيليكون وجل. ده اعلى مستوى او ليفل من المستويات الكعب والفرش الكامل. فهو ميزه السيليكون مع الجل ان هو في اماكن معينه في الرجل مع الحركه بيحصل فيها صدمات. فالسيليكون حضرتك يعني بيحصل له ان هو بيحصل زي بامبنج او بياخد ويدي زي المساعدين كده بتاعت العربيه. الشخص وهو سايق لما لو في اي مطب او حاجه المساعدين هي اللي بتمتص الصدمات. فالسيليكون موجود في الفرش الجل ان هو في الفرش قصدي او الكعب ان هو يمتص الصدمات مع المشي. أو مع الحركة الكتيرة مع الوقفة الحركة الكتيرة أو إن طريق نفسه أو المكان اللي ماشي فيه في مشاكل أو في أي حاجات يعني تعوق الحركة أو المشي أو تأثر أو تعمل آلام ده بيميز إن أو بيدي راحة لكبار السن إن هو ما عندوش أي مشكلة إنه ينزل يقدر يعمل مشاويره ينزل يقضي طلباته يجيب يروح شغله ما فيش أي مشكلة ما يبقى شايل هم إن هو ممكن وهو ماشي في الشارع يدوس على أي حاجة تعمل له ألم شديد خصوصا يعني ألم المسمار الكعب ده بالذات بيكون ألمه بشع. بالظبط. فهو بيتلبس بحيث ان الشخص المصاب او كحمايه ان يحصل اي مشكله من المشي الكتير او الوقفه الكتير في الشغل او في اي مكان. زي ما حضرتك وضحت ان بيكون في منه مقاسات على حسب الشوز مظبوط كده؟ بالظبط. تمام. احنا معانا تاني ايه يا دكتور غير جل؟ احنا يعني بالنسبه لنا عندنا عندنا منتجات منظمات الادويه بس يمكن دي هنتكلم عليها في الحلقه الجايه انا كنت حابب ان انا ادي بريف سريع عنها. منظمات الادويه اللي هي بتسهل او بتقسم الادويه اليوميه على مدار الاسبوع. دي بتكون مهمه جدا اللي عندهم اللي لازم ياخدوا دواء كل يوم بحيث ان هم ما ينسوش دواء لان في ناس كتير بتاخد خصوصا كبار السن بياخد الدواء يقول لك هو انا خدت الدواء ولا لا. فالمنظم الدواء بيساعده ان هو ما ينساش. بيساعده كتير جدا لان هو انا هجيب ان شاء الله احنا كنا بس يعني انا بدي يعني بريف عنها سريع لان انا بصراحه انا عارف ان وقت الحلقه بيكون ضيق. فاحنا عندنا فورتونا
ده يعني بتكمل البورتفوليو بتاعها في جزئيه منظمات الادويه عشان تساعد برضو المريض ان هو ياخد ادويته على مدار اليوم في توقيتها المظبوط، وفي نفس الوقت على مدار الاسبوع ان ما يحصلش نسيان للجرعه بكذا شكل. عندنا اكتر من شكل وسهلين ان هم يتشالوا في السفر، في العربيه، في الجيب، في الشنطه الصغيره بالنسبه للسيده او الشنطه سهله جدا ان هي تتشال، وممكن يتشال جزء معين من منظم الدواء على مدار اليوم او على حسب الجرعه اللي جايه. تمام. في منتج تاني برضو سدادات الاذن، دي يعني تكمله برضو للرياضيين ان هي بتستخدم يعني سدادات الاذن دي اللي هي زي ما بدل ما الناس بتحط قطن في ودانها، مظبوط كده؟ بالظبط. تمام. معموله من ماده طبيه بتساعد ان ما يحصلش اي دخول للميه في السباحه، الناس اللي ممارسين رياضه السباحه، وبتساعد كمان ان ما يحصلش اي دخول للصوت في الاذن، يعني ممكن برضو الناس تستعملها في الطياره، في القطر، على مدار سفرهم الطويل، لو حد مثلا بيشتغل او في مصنع وفي اصوات مكن وازعاج قوي. ف يعني بيبقى في منه انواع في يعني في منه انواع، مظبوط كده؟ اه تمام مظبوط. طيب احنا هنكمل ان شاء الله الحلقه الجايه بقيت منتجات شركة فانجارد للمستلزمات الطبية. بشكر دكتور خالد الصوفي مدير تسويق شركة فانجارد، وهنستنى حضرتك يوم الثلاث زي ما تعود بإذن الله إن شاء الله. استنونا بعد الفاصل.